السادة المشاهدين، مثل ما عودناكم في تغطية جميع المشاريع للتأهيل وتطوير البنى التحتية، اليوم متواجدين في الحي العسكري لمتابعة عمليات إكساء طرق حي العسكري لبرنامج من الشارع. ابقوا معي وهذه الجولة. عليكم السلام ورحمة الله. مهندس جاسم العاجيلي، مدير بلدية صويرة، سألتنا فكرهم على طبيعة العمل لإكساء الشوارع. بسم الله الرحمن الرحيم. بناء على أمر وتوجيه السيد المحافظ المحترم الدكتور محمد جميل مياحي، تستمر شركة كوادر شركة آدم وأهل الوفاء بأعمال الإكساء في المدينة بعد إنجازها حي الزهراء وشارع المستودع. والآن بدأنا في بدأوا في عملية الإكساء في الحي العسكري، وإن شاء الله العمل مستمر وبوتيرة جيدة جدا وبمتابعة مباشرة من دائرة المهندس المقيم وغرفة مشاريع الصويرة وكذلك السيد القائم مقام وبلدية الصويرة، ومستمرين بالعمل بعد حي العسكري إن شاء الله بعد إنجازه وإكماله الانتقال إلى شارع النجمة والأحياء الأخرى. أستاذ، هو هم تعرف أنه مثلا كم فرع أنه الحي العسكري؟ والله الحي العسكري هو ينجز بالكامل ان شاء الله، كل الطرق او الشوارع المصبوبه تنجز بالكامل ان شاء الله، واي عمل يعني بالاحياء الباقيه عندما يكمل يبدا عمليه الاكساء. شكرا لحضرتك. يعني شكرا جزيلا. السلام عليكم. وعليكم السلام يا يونس. عرفنا على حضرتك. مهندس علي، شركه ادم اهل الوفاء. باشرنا بعمل الاكساء الطرق مال الحي العسكري من بدايه الشارع لنهايته، طول 1175 كله، وعندنا الفرعيات اللي داخلتنا هنا. سمك التبليط اللي سبلت عندنا 7 سنتيم صافي، درجة حرارته كلنا المواصمة 130-150، حوض الشارع هذا كله 12-10 ويا الأرصبة 12، وهذا عندنا حوض 3-6. إن شاء الله اليوم أو باكر يكمل هذا الشارع كله بحيل الله إن شاء الله. يعني بعد إنه إكمال هذا الطريق راح تتخذون شيء أكيد العسكر والحين إن شاء الله كله يكمل، يلا نتعامل بحيل الله. عندنا بعد أعمال أخرى مين بحيل شارع النجمة وغيرها، إحنا هسه حاليا حال العسكر إن شاء الله نكمله يلا بحيل الله إن شاء الله. شكرا لحضرتك. عيون السار. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. عرفنا على مهند عبد الحمزة. إيه، وحدة تحكم مال السمك مال الأسفلت. مساحة العرض هذا 11 متر، هسه خطين سحبناه. خطين هذا يعني انه ارتفاع واحد لو عم عدة طبقات هذه؟ لا لا، هو هسه هو المطلوب الصافي 7 سنتيم، احنا جاي ننط 8.5 9 على مود ورا الحد اللي يصفى 7 سنتيم ان شاء الله. عرفنا على حضرتك. مهند عبد الحمزة نجم. شكرا لحضرتك. حبيبي استاذ. السادة المشاهدين، مثل ما شفتوا بعد إكمال حي الزهراء وشارع المستودع، انتقلت شركة آدم وأهل الوفاء إلى فرش الإسفلت شوارع حي العسكري. في الختام تقبل تحياتي وتحيات كادر العمل، كنت معكم في الإعداد والتقديم بلال كريم الشجيري، إذاعة وتلفزيون الصويرة. يا مال الله.